ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تسلمت 10 فتيات مقبلات على الزواج بكفر الشيخ من الفئات الأولى بالرعاية جهاز عرائس. يأتي ذلك في ضوء جهود الدولة في دعم الأسر الأكثر احتياجا وتسهيل وصول الدعم لمستحقيه ضمن استراتيجية الدولة وسياستها الراسخة في دعم الفئات الأولى بالرعاية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. حفل التوزيع اللي هو جهاز العرايس بتاع الخاص ب10 أسر، وهي عبارة عن تلاجة وغسالة مقدمة لينا من مؤسسة العربي للتنمية ومع التحالف الوطني، وبالتالي لحماية أولادنا من كثير من المشاكل واللي احنا بتتعرض ليها، خصوصا العرايس أما تيجي تجهز بيبقى عندها مشاكل كبيرة جدا إن هي تيجي تجيب الأجهزة ما تبقاش قادرة تجيب الأجهزة. فاحنا هنا النهاردة يوم احتفال خاص بيهم وبالأسر الأولى بالرعاية داخل محافظة كفر الشيخ. جهزنا 10 فتيات يتيمات من محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع والتحالف الوطني، وده بشكل سنوي يعني للسنة الثانية على التوالي، وبنتمنى ان الموضوع ده يستمر عشان نفرح اهالينا في المحافظة. بنجهز 10 عرايس من خلال مؤسسة العربي تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. احنا بنبحث هذه الحالات وبنتأكد انها فعلا محتاجة هذا الجهاز. احنا منتشرين على مستوى الجمهورية كلها في كل المحافظات، احنا بنساهم وبنساعد في حاجات كثيرة جدا منها تجهيز العرايس.